بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم الجمعة، حبيت نشارك معكم الفطور تاعنا، قهوة وحليب تاع الصباح. نقول لكم جمعة مباركة للجميع. اليوم كما صبحة الجمعة يكون مختلف على باقي الأيام الأخرى. الجمعة نوضو في عقلنا ونفطروا في عقلنا، تكون واحد اللمة هكذا مليحة. سخفنا اليوم نفطروا الزبدة تاع البقرات، نقول اللهم اجعلها نعمة دائمة واحفظها من الزوال. اللهم اجعلها نعمة دائمة واحفظها من الزوال. اللهم اجعلها نعمة دائمة واحفظها من الزوال، والحمد لله رب العالمين. اليوم وكما كل يوم تاع نهار الجمعة، سمع أنا درتها عادة عندي في الدار، أنه ندير حلوى، ندير نوع من أنواع تاع الكاطو يكون سهل وبسيط التحضير. يسمى كي نديرو حنا الكاطو في الدار، وتجي الريحة تاع الكاطو تخلق واحد الجو وواحد الدفء الأسري. اليوم اخترت أني ندير الكاطو تاع راش بوند. في الحقيقة احنا في جهتنا يقولوا له قاطو المشي مشيت، قاطو سهل وبسيط. المكونات تاعو شنو هي؟ ندير زوج بيضات، ندير زوج خميرة، وندير كاس تاع زيت. انا نكيل بالكاس هذا، كاس زيت وكاس سكر، وندير الفارينة قسمة تلم لي العجينة. هذا مكان نديرو زوج بيضات، نكبو عليهم كاس تاع الزيت، بعد ما خلطنا الزيت مع البيض بهذا الشكل، رايحين نديرو كاس تاع السكر، السكر الأحرش العادي. نخلطوا الزيت والسكر والبيض، نخلطوهم مليح بهذه الطريقه. بعد ما خلطنا الزيت مع السكر مع البيض، رايحين دوكا نزيدو نديرو فارينه بنفس الكاس اللي كيلنا بيه. ونديرو الخميرة الكيميائية تاع الكاطو، أنا ندير زوج، ونحركو الخليط. كي درت كاس بهذا، جاتني العجينة بهذا الشكل. لازم نولي نزيد واحد نص كاس، ما نزيدش بزاف، ونشوف ونحرك ونشوف. هذه هي العجينة تاعي كيفاه جات، هذا هو الشكل تاعها. درت فيها زوج كيسان تاع فارينة، يعني جات عجينة مليحة طرية بهذا الشكل. دوك رايحه العجينه هذه وشنو شكلها، كويرات صغيره، ونحطها في بلاطو. عندي البلاطو هذا والبلاطو هذا، ونرجع لكم. نبداو نديروا كويرات. انا حابه ندير كويرات صغيره، خاطرش من بعد دوك ندير كل زوج لزقهم في بعضهم. ندير كويرات شويه صغرهم بهذا الحجم هذا، نحطهم في بلاطو كيما هكذا، ونكمل العملية حتى نعمر البلاطو هذا والبلاطو الآخر اللي عندي. هذا هو الشكل النهائي كما راكم تشوفوا. درنا الحبات، درناهم في هذا السنيوة هذه. عندي البلاطو هذا، هذا هو الشكل تاع الكاطو كيفاه جا.
درتو شكل كويرات صغيره خطاك من بعد كي يطيب رايح يضاعف الحجم تاعو وراح نلزقو حبه مع حبه. دوك نروح نديرو في يطيب في الفرن ونعت لكم الشكل النهائي تاعو كيفاه جا. هذا هو الشكل النهائي تاع الكاطو تاعي تاع الراش بوند كيفاه جا. دوك رايحة نحي الحبات من البلاطو. واش ندير عندي لهنايا؟ عندي هذا المربى رايحة نزيد له شوية تاع الماء نديره هنا في الطبسي ونرحي هذا القفريط ونعت لكم الطريقة كيفاه. بهذا الشكل هذا نرحي القفريط كيما راهو هكذا. نرحي الكميه اللي رايحه نحتاجها انا للكاطو اللي راهو عندي. بهذا الشكل هنا بعد ما نحيت الحبات اكل من البلاطو كما قلت لكم هاو كيفاه جا الشكل تاعو. جا الشكل تاعو يسخف يسخف. دوك واش رايحين نديرو؟ هنا رايحين نديرو الماء في الطبسي هذا ونديرو فيه مربى عادي هكذا. نديرو كميه تاع المربى هنا. نخلط الماء مع الكافيتور مربى بهذا الشكل هذا. دوك واش رايحه ندير؟ نهز زوج حبات من الكاطو تاوعي كيما هكذا نغطسهم بهذا الشكل ومن بعد ندورهم هكذا نهزهم هكذا بهذا الشكل ونحطهم لهنا. شوفوا كيف ونحطوهم حتى كيما نقولوا حنايا يبسو يحكم المربى مليح. وهذا هو الشكل النهائي لحبات الكاطو اللي عندي. انا رايحة نكمل كامل الكمية اللي درتها بنفس الشكل. نهزهم هكذا حتى نكمل كامل الكمية اللي درتها. وكما كل نهار جمعة نقعد مع وليداتي نقريهم نديروا مراجعة تاع الدروس ندير لهم حلول تاع تمارين. وهذا هو النهار تاعنا ونقول الحمد لله رب العالمين وجمعة مباركة للجميع.